سلمى، مع استمرار جائحة كورونا والتطور المستمر، يمكن الابتكارات توجهت والتطور لابتكار شيء من أجل التباعد الاجتماعي السليم، لأنه بنعرف قديش التقارب اليوم بيؤدي لمشاكل صحية. فشفنا بكثير من البلدان مثل الصين وبلدان عالمية أخرى كانت عم تتوجه نحو هيدا الشيء، بس عندنا كمان بسوريا أكيد بيكون. وعنا دائما بيكون الدراسات والابتكارات لأهداف كتير مهمة، مو فقط بس أهداف تعليمية ولكن أيضا أهداف بتخدم المجتمع. ضمن فقرتنا رح نتعرف من ضيوفنا على روبوت متحرك مزود بتقنية مرئية لرسم الخرائط المرئية والتحرك أيضا ضمن هذه الخرائط، واللي ممكن يساهم بخدمات عديدة ضمن المشافي والمطارات والفنادق. شو أبرز استخدامات وشو الهدف من المشروع؟ بيسعدنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير الدكتور رؤوف حمدان المشرف على المشروع والطالبة رهف الزيات مشاركة بتنفيذ المشروع. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أسعد الله صباحكم. يسعد صباحكم وسعيدين أكيد بوجودكم. بالبداية خليني نحكي عن هيدا الريبوت، ورح نبلش معك رهف تحكي عن الفكرة كيف اجتك. لما نقول ريبوت وتصميم خرائط وبيساعد اليوم ضمن جائحة كورونا، يعني مشروع مهم، يعني له ثقله. احنا عم نشوف صبية هيك صغيرة نعومة لطيفة، من وين اجتك الفكرة؟ تمام. هلا هذا المشروع بنيناه بداية كان بهدف انه نحن بدنا روبوت يبني خريطة ويموقع حاله بقلب هالخريطة هاي لحتى ما يضيع. يعني الروبوتات بشكل عام وهي عم تأدي المهام تبعها فيها مشكلة دائما انه هي بتضيع، صحيح؟ فلحتى ما يضيع في حل لهي المشكلة اللي هي الإسلام. نحن اخترنا نعمل فيجوال سلام لانه هي خلينا نقول بتستخدم حساس الكاميرا، ما في اي حساس ثاني على الروبوت غير هالكاميرا هاي، لحتى نساوي هالخريطة هاي ويموقع حاله الروبوت بقلب هالخريطة هاي، بالإضافة للقسم الثاني من الروبوت اللي هو إنه بيمشي بشكل مستقل بدون أي تدخل بشري، بحيث إني أنا أعطيه هدف. هاي شفناها يروح عليه. تمام. يعني استضفنا أكثر من حدا معه خريطة ليمشي الريبوت عليها. تمام. يضيع. تمام. بلاها. هلأ هي الخرائط ممكن تنبنى باستخدام عدة حساسات، بس الفيجوال إسلام خلينا نقول هي تطبيق، يعني خلينا نقول فيه تحدي، لانه بالنهايه انت عم تستخدمي حساس كاميرا. بالاضافه لانه هي الكاميرا فيها ميزه انه بتعطيكي صوره عمق بالاضافه للصوره العاديه، فباستخدام هدول المدخلين الاثنين حسنا نحن نبني الخريطه ونوقع الروبوت داخلها. يعني اليوم دكتور مشروع مثل هذا المشاريع هو مشروع مهم جدا، لانه مثل ما قالت عم بحل ثغره كانت موجوده سابقا باغلب الروبوتات اللي كانت تنعمل. خلينا نحكي عن الهدف من استخدامه، قلنا بالمقدمه رح يكون له علاقه بالمشافي بالمطارات، كيف ممكن يتم استخدامه بهي الاماكن؟ هلا هيك روبوت بصراحة استخداماته متعددة، قد لا تكون مباشرة مثل النسخة الموجودة أمامنا الآن، قد تحتاج إلى بعض التكييف البسيط بإضافة حساس أو بإضافة أكتويتر، يعني ذراع إضافية، ولكن بشكله الآلي مثلا تطبيق مباشر ممكن يكون أهميته للنقل، مثلا نقل البضائع ضمن منتج، نقل مرضى، نقل قطع إلكترونية أو صناعية. المشروع مثل ما عم تحكي الآن سيرهف كان ضمن قسم هندسة الحواسيب والأتمتة، واللي نحن جزء من جامعة دمشق، وجامعة دمشق لها توجهات بخدمة المجتمع، يعني نوجه معظم مشاريعنا لخدمة المجتمع، خدمة مشاريع التنمية، خدمة إعادة الإعمار. فلذلك دوما وقت الطالب بيجيب لنا مشروع نعطيهم إمكانية إنه هن يكون عندهم روح المبادرة، فطرحت طالبي رهف وزميلها بشرى علي المشروع. قلت لهم في إمكانية نشوفه، طبعا هو كان من حاجة وقع فيها زميلها بشر أثناء مسابقة روبوت سابقة، احتاج لموضع الروبوت بشكل ديناميكي، فلذلك بدوا يشتغلوا بهذا المشروع، وتطبيقاته بصراحة يعني واسعة جدا. هذا الشيء يندرج تماما ضمن الأسلوب الحديث بالتحكم والتخديم، الأسلوب التقليدي للروبوت اني نعطيه مسار ثابت. الروبوت ما ممكن يطلع عنه، ما ممكن يخرج عن هذا المسار، فلذلك لو نزل عائق تغيرت البيئه الروبوت راح يعني ما يقدر يتفاعل مع هذه البيئه، بينما بادخال
الكاميرات او المعلومات البصريه صار في عندي ديناميكيه وهي الفيجوال اسلام. صار في عنده ديناميكيه الروبوت انه يتفاعل مع البيئه، يبني خريطه جديده ويقدر يتجنب الذكاء الاصطناعي. طبعا في الذكاء الاصطناعي، طبعا هو جزء من الذكاء الاصطناعي. الفيجن كله بشكل عام او الرؤيه هي عم تحاول تقلد الرؤيه الموجوده عندنا كبشر، انه نفهم المحيط، ناخذ معلومات بصريه وهي معلومات غنيه جدا، ونقدر نتفاعل مع المحيط. نحن عم نبني نفس مثل اي شخص عادي، بحطه ببيئه ما بيعرفها فبيبدا يستكشف، وهذا الروبوت نفس الشيء، وبالتالي يبني هذه الخريطه ويتعرف عليها. نحن عم نحاول بشكل او باخر نقلد الذكاء الموجود عند البشر بروبوتاتنا، والروبوتات دخلت بشكل واضح يعني معظم جوانب حياتنا اليوميه، خاصة بالأعمال التي تتطلب جهد بشري أو جهد رتابي بالإنتاج، والأعمال الخطرة بالمناجم، بإطفاء الحرائق، بالبحث عن الألغام. لذلك كان لدينا في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة أكثر من مشروع روبوت لكشف الألغام، مشاريع روبوت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، أذرع روبوتية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، كلها تندرج ضمن توجهات الجامعة بخدمة المجتمع ومشاريع ذات تطبيق، لأن نحن عملي على الواقع. عملي على الواقع، ليست مشاريع طرف علمي. لسنا في وضع طرف علمي وإنتاج مشاريع فقط للطرف العلمي. هلا بالآونة الأخيرة كنا عم نشوف يعني توجه جميع الطلاب ضمن مشاريعهم لمشاريع تخدم الواقع اللي نحن عايشينه، لأنه 10 سنوات من الحرب ففي عنا يمكن بعض التفاصيل والمشاكل. اليوم عم نشوف لا، عم يتعايش مع الطلاب ضمن هي المشاريع، وهذا اللي اسالك عنه رهف اليوم. هي الصوره الاوليه للمشروع مع هيدا الريبوت، نحكي عن تطبيقات هيدا النظام كيف ممكن تتطور لانا تخدمني في المستقبل. يمكن بلشتوا، اكيد بدنا نوجه تحيه لزميلك بشر شريكك بالمشروع، انتم بلشتوا من صغره تمام لبناء هيدا المشروع، قديش فعليا فيني طوره ليتلائم مع هي الصوره الاوليه؟ ممكن اساسا يكون لسه ما تم استكماله بشكل كامل. فينا نقول هلا الصوره اللي طالعه هي كانت، خلينا نقول الروبوت كان لسه عم يكتشف البيئه، ما خلص بناء الخريطه، مو هو بموقع حاله وبيبني الخريطه بشكل اني، فهو كل ما عم يمشي عم تكبر الخريطه وعم يموقع حاله بكل لحظه عم يمشي فيها. يعني هو عارفان موقعه كل لحظه، بكل لحظه بالخريطه هي وين هو وشو حواليه. اذا حواليه مثلا مكان فارغ فهو بيحط على الخريطه مكعبات لونها ابيض او مربعات لونها ابيض، اما اذا حواليه عوائق فهو بيحطها بلون اسود، اما المكان الرمادي فهو بيعبر عن مكان غير مألوف له، لسه ما اكتشفه هو، ما شافه لحتى يعرف اذا فيه عائق، فيه مكان فارغ بيحسن يتنقل فيه ولا لا. هلا بالاضافه انه هذا الروبوت بيحسن يتجاوز العوائق اللي بتطلع بوشه. خلينا نقول انه نحن بنينا خريطه لمخبر المشاريع وحطينا مكعبات بوش الروبوت تمام، وعطينا هدف بعد المكعبات هدول اللي طلعوا بوشه، فهو كمان كان باني هالخريطه هي بالاساس ومخزنها عنده تمام. طيب وقت شاف المكعب يعني مواجهه فهو رجع حدث على الخريطه الموجوده عنده وضاف هذا المكعب، وبالاضافه عمل خلينا نقول طريق يعني طريق ثاني لحتى يولد مسار فاضي من ما في فارغ من العوائق ويوصل للهدف بدون ما يخبط بالمكعب ولا بالكرسي ولا بالطاوله ولا باي شيء. فالاستخدامات تبعه يعني خلينا نقول هي عديده، منها بالمخازن، بالمعامل، اي تطبيق يناسب البيئات يعني لشيء تنقل ذاتي بشكل ذاتي داخليا، يعني داخل ابنيه داخل مستودعات، فانا عم تحاول يكون يناسب البيئات من خلال التنقل كيف؟ يعني يناسب البيئات من خلال التنقل تمام اكيد. هلا هذا الشيء يعني بيعتمد على تصميم الروبوت حسب مثلا خلينا نقول اذا طريق وعره فنحن بدنا دواليب تناسب هذا الطريق، اذا طريق يعني ارض عادي ملساء فدواليب تتغير يعني حسب التطبيق. كمان في طبعا تطبيقات ثانيه مثل انه خلينا نقول الدرونز اللي هي الطائرات المسيره، كمان هي بتستخدم هي التقنيه الفيجوال سلام، بتستخدمها بعماله كمان ممكن يعني تطبق فيها الفيجوال سلام، بس نحن طبقناها على خلينا نقول روبوت سيار متنقل داخليا بالابنيه. طيب دكتور، نحن ممكن هذا المشروع يتم دمجه مع روبوتات موجودة سابقا؟ يعني ممكن الاستخدام تطوير اللي يشتغلوا بهذا التطبيق بأنه يدخل بروبوتات تانية موجودة فنحن نطور لعملها من خلال هذا الشيء اللي هن درسوا؟ بلا شك أكيد، وهذا الشيء هو يعني معظم مشاريعنا هي لبنات منفصلة وممكن بكل بساطة نكاملها.
مع بعض بحيث تنتج منتج يقوم بأداء حسب التطبيق المحتاجينه. يعني هلأ ضمن الصورة اللي عم نشوفها على الشاشة في عندي حاسب أنه بدي قدرة حسابية لمعالجة المعلومات البصرية. فالاتجاه الحالي نحن هلأ بالتقدم التقني هي الحوسبة السحابية، يعني الحوسبة بتتم على الكلاود، على ديتا سنتر، على مركز معطيات ومركز معالجة، وعم نتجه باتجاه شبكات الجيل الخامس اللي هي سرعتها كتير عالية، يعني الديلي بالواحد ميلي ثاني. فلذلك ممكن كل هالحوسبة هي الكتلة الحسابية تم عن طريق شبكي على ديتا سنتر، وبالتالي أنا خفف حجم هذا الروبو صغره ويصير يقوم بأداء مهام أخرى مختلفة تماما كامله معها. الاتجاه الحالي هو الأساس بهذا الروبوت هو الكاميرا والمعلومات المرئية، وهو اتجاه حديث تماما. الإسلام موجودة من بجوز من عام 70 أو قبل الإسلام التقليدية، ولكن نحن هنا بخوارزمية فيجوال إسلام، الحلقة مغلقة عن طريق كاميرا، عن طريق معلومات بصرية، وهذا السبب بسيط. نحن في عصر تقدم رقمي هائل، وهذا التقدم الرقمي دخل بمعظم المجالات وبشكل خصوصي صناعة الكاميرات الرقمية. لاحظوا على الموبايل صار عندنا 3 كاميرات أو أكثر أو كاميرتين على الأقل وبشكل مدمج وعالية الدقة، صحيح. فما بالك بروبوت اللي هو عم بيقلد البصر البشر. فأكيد لازم نعطيها القدرة على الرؤية والتفاعل مع البيئة، فهذه القدرة على التفاعل وهذه الخوارزمية ممكن مكاملتها مع أي روبوت آخر بحيث يقوم بأي مهمة. أكيد سعيدين جدا بوجودكم الدكتور رؤوف حمدان المشرف على المشروع والطالبة رهف الزيات، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يا رب هيك نشوفك كمان مشاركة بمسابقات على مستوى العالم. إن شاء الله هلأ انطرونا بمسابقة تميز، ونحن إن شاء الله كمان يعني حابين إن شاء الله أن نفوز ونجيب مركز يا رب. بس كمان بالإضافة أنه نحن فزنا بالمركز الأول بمعرض المشاريع وبالمسابقة الجامعية لعلوم الروبوتك والأنظمة الذكية اللي نظمتها هيئة التميز والإبداع بإدارة الأستاذة هلا الدقاق. إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله مثل ما قلتي شكرا يكون على مستوى العالم تكون المشاركة ونرجع نستضيفكم من أول جديد. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم، وبتمنى للشباب أكيد بتوقع لهم مستقبل حافل بالإنجازات العلمية. عندنا مجموعة من الطلاب الشبيهين ببشر ورهاف اللي بتمنى لهم مستقبل كثير باهر. يا رب شكرا. شكرا لكم ولإشرافكم أيضا عليهم والحفاظ دائما على المستوى التقدم العالم. هذا واجبنا، هذا أقل.